جاهز؟ آه. بسم الله وبتمشي والله وبتمشي آه. بدلك طالع بالطلبية جد؟ يلا توكل على الله. أنا غير مسؤول إنه إيش؟ إنه توصل الطلبية. أول شيء أنا عندي هون صدر دجاج تمام تبلته بملح وفلفل شوية أعشاب خردل زيت زيتون شويناه وبس برد قطعناه منظر بشهي إشي مرتب تمام موافقين. بنضيف عليه شوية فليفلة خضراء حمراء صفراء اللي بدك إياه. طبعا البصل الأخضر هون حاضر هي كمان بصل أخضر. بدنا نضيف أبو طه شوية جبنة موتزاريلا الخردل يا سلام على الخردل الله هذا إشي مرتب الله. يا سمير طبعا عندي هون من هالجرجير والله كيفية لا لا إشي مرتب يعني أنت مجهز أبدا مش إنه حط هذا بعدين حط عليها الشغلات مجهز الراب كون متشرب كل أموره هذا وبتحب. عنوانه راب عتراب أبدا يعني إشي مرتب بدي أخذ لي كمشة شيبس جريئة طبعا لعشاق الشيبس غير عشاق الشيبس تحب الشيبس أنت طبعا طب دوق لك حبة طبعا تحبوا الشيبس تحبوا الشيبس أنتوا تحبوا الشيبس الكل بحب الشيبس صح الشيبس. يلا ها وبناخذ لنا اسمعوا الصوت اسمعوا الصوت يا شباب اسمعوا لي الصوت اسمعوا لي الصوت اسمعوا لي الصوت يا سيدي سامعين يا سيدي يا عيني بعديها بدنا نضبط الملح والفلفل ملح مش يعني كثر ملح احنا كثير لانه ملحت الدجاج هي كمان فلفل اسود والان بدنا نضيف صلصه الله ايوه الله. ابو طه عبين ما اخلطها واشبحها خلط شوف بالضبط اللايف قد ما تقدروا وراح يربح احد المعلقين والله العديد من التعليقات مش راح اقدر اعد التعليقات طبعا راح نروح لقسم السيراميك والبورسلين والبورسلان ونتحدث طيب الثاني يا اخوي صاير اي البورسلين ونتحدث مع طبعا احد الموظفين هناك المسؤول عن القسم حتى يتحدث لنا عن السيراميك ليش نختار من عنده طبقنا الاول صار جاهز راب الدجاج الغني الفخم جدا